السلام عليكم. شاومي 12 إطلاق السلسلة في الأسواق العالمية رسميا بميزات رهيبة. سعر ومواصفات سلسلة هواتف شاومي 12 رسميا في الأسواق العالمية. كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك وشكرا لك. أزاحت الشركة الصينية الستار رسميا عن سلسلة هواتفها الذكية شاومي 12 لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي، والتي تتكون من ثلاثة أجهزة تتمثل في الإصدار العادي شاومي 12 وشاومي 12 برو وشاومي 12 إكس. والآن وأخيرا بعدما يقرب من ثلاثة أشهر تظهر سلسلة الشاومي 12 لأول مرة في الأسواق العالمية. مواصفات سلسلة هواتف شاومي 12، ومبروك عليكم ومبروك علينا لهذه السلسلة الرائعة والأكثر من رائعة إطلاقها في الأسواق العالمية رسميا. يعد هاتف شاومي 12 برو هو الطراز الرائد في السلسلة، حيث أنه يأتي بالعديد من الميزات الأكثر من رائعة، والتي من أبرزها معالج سناب دراجون 8 جينيريشن 1 أو الجيل الأول، وإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجا بيكسل بما في ذلك مستشعر سوني IMX707 الأساسي، ومكبرات صوت رباعية أيضا، وشاشة بتقنية LTPO من نوع أموليد مقاس 6.7 إنش، توفر معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز بدقة 2K مع طبقة من زجاج كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس للحماية من الخدوش والصدمات. ويأتي الهاتف مدعوما ببطارية تبلغ 4600 ميلي أمبير في الساعة، يمكن شحنها من 0% في 18 دقيقة مع شحن سريع بقدرة 120 واط، بالإضافة إلى ذلك يوجد 50 واط لاسلكي وشحن لاسلكي عكسي 10 واط. ويحتوي الإصدار العادي شاومي 12 على نفس المواصفات إلى حد كبير، على الرغم من أنه يحتوي على شاشة من نوع أموليد بدقة فول اتش دي بلاس مقاس 6.2 إنش، ويحمل كاميرا أساسية مع مستشعر سوني IMX707 بدقة 50 بيكسل أيضا، وكاميرا بزاوية واسعة جدا بدقة 13 ميجا بيكسل مع مستشعر سوني IMX766، وكاميرا تيلي ماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل. وأخيرا يتميز ببطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير في الساعة بسرعة شحن أبطأ قليلا تبلغ 67 واط. ويدعم كلا الهاتفين ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي مثل برو فوكس، وتعمل سلسلة الشاومي 12 ميزة الالترا نايت فيديو لتحسين تسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة. كما يأتي كلا الهاتفين بغرفة بخار كبيرة وطبقات متعددة من ألواح الجرافيت لتحسين التبريد. سيبدأ سعر شاومي 12 برو من $999، بينما سيكلف الإصدار العادي شاومي 12 حوالي $749 أمريكيا، أي ما يعادل تقريبا 7000 درهم مغربي، وبالنسبة لنسخة البرو تقريبا 9000 درهم مغربي، يعني إلى بعض الدولارات أو الدراهم. يعد شاومي 12 إكس رائدا في الميزانية بسعر أقل، على الرغم من أنه لا يزال يحتوي على مواصفات رائعة. هناك شاشة مقاس 6.2 إنش من نوع أموليد بدقة فول اتش دي بلاس مع معدل تحديث 120 هيرتز، ومعالج سناب دراجون 870 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية ب 4500 ميلي أمبير مع شحن سريع سلكي 67 واط. على عكس الطرازين الآخرين في هذه السلسلة، يفتقد الشاومي 12 إكس إلى دعم الشحن اللاسلكي والعكسي اللاسلكي.
وسيكون شاومي 12 اكس متاحا في متغيرات 8 جيجا بايت و128 او 8 جيجا بايت و256، ويبدا بسعر من 649 دولارا امريكيا تقريبا، اي ما يعادل تقريبا 6000 درهم مغربي. وتعمل جميع الهواتف الثلاثة بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة MIUI 13، والتي تأتي مع تحسينات مثل ليكيد ستوريج الذي يضمن عدم تدهور أداء تخزين الناند بمرور الوقت، والذاكرة أوتوميزد لتحسين استخدام ذاكرة الوصول العشوائي، الرام وعناصر واجهة مستخدم للنظام التي تم تجديدها، والتوازن الذكي الذي تطالب به شاومي أيضا، ويمكن أن تزيد من عمر البطارية بنسبة تصل إلى 10%. ما رأيكم أعزائي الكرام في هذا الخبر الرائع لسلسلة شاومي 12 والذي سوف يتم إطلاقها ويعني إطلاق البيع في الدول العربية والدول العالمية كاملة ورسميا؟ هل تخطط لشراء هاتف من سلسلة شاومي 12؟ إذن شاركني آراءك ضمن التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.